بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. أنا المهندس إبراهيم. إن شاء الله اليوم راح نتعلم مع بعض كيف نعمل بوستر معماري بسيط بالشكل هذا. طبعا الفكرة من الدرس اليوم إنه نعرف كيف نتعامل مع الفوتوشوب وأدواته أساس نعمل الشيء اللي في بالنا. مثلا هون موجود لو بعض الصور، مثلا شفتها من بينترست، أنا أفكار لبوسترات كلها أفكار بسيطة إن شاء الله راح نتعلمها اليوم، بعدها راح نقدر نسوي أي إشي بخطر في بالنا. فبداية كالعادة مرفقات الدرس راح أرفقكم مع الفيديو، وراح نبلش في نفتح ملف عمل جديد ونضغط Ctrl N اختصار نيو. وهلأ بدنا نتحكم بالتفاصيل الموجودة هون، في تعطيني البوستر أو الشيء اللي أنا بدي أطبع المشروع عليه. فرضا أنا كان مشروع بدي أطبع على بوستر بعده 70 سنتيمتر، فأكيد راح أختار الوحدة هون سنتيمتر وأكتب الأبعاد هون. ممكن تكون أبعاد تاني، فطبيعي من مشروع لمشروع بتختلف. وأهم شي هلأ اللي بعض الناس تخطئ فيه حالة، اللي هي الريزوليوشن والكلر مود. فكرة الريزوليوشن علاقتها علاقة عكسية بالأبعاد، يعني إذا الشي اللي أنا بدي أطبعه أو بدي أصممه كتير صغير، فراح تكون الريزوليوشن أعلى من هيك بكتير، ممكن توصل 300 ريزوليوشن إذا أنا بدي أطبع مثلا كرت. والعكس تماما، إذا أنا بدي أطبع بوستر مثلا، فالريزوليوشن 72 أو ريزوليوشن 100 مناسب. بينما لو بدي أطبع مثلا عمل كتير كبير ويتعلق في الشوارع، فأكيد الريزوليوشن راح يصير أقل من هيك. بينما بالنسبة لخيار كلر مود، بما إن أنا اليوم راح أطبع المشروع بعد ما أخلص تصميمه، فراح أختار سي إم واي كي كلر. بينما لو المشروع أنا بدي إياه بس للعرض ديجيتال، يعني على شاشة التلفونات واللابتوبات وبدي أعمل عرض ديجيتال، فراح اختار الالوان اللي هي RGB. بس خلونا اليوم نكمل شغلنا، على انه اساس راح اطبع البوستر بعد ما نخلصه. وبعدها بضغط كرييت، فهي فتحت لي صفحة العمل اللي انا راح اشتغل عليها. هو اول شيء راح اسويه اني راح اجيب صورة المشروع الشورت اللي شفناها وارفقها في المشروع. نفس الشيء select and drag زي ما احنا متعودين، وهي الصورة صارت موجودة عندنا. أهم شيء عادة إن إحنا بندير بالنا عليه لما ندخل الفوتوشوب والصور، إنه الصورة تكون سمارت أوبجكت. شو يعني سمارت أوبجكت وليش سمارت أوبجكت؟ فرضا أنا الصورة هذه بدي أصغرها لسبب ما، وضغط إنتر، خلاص اعتمدت الحجم. فيما بعد قررت أكبرها مثلا أو أرجعها لحجمها الأصلي، رجعت كبرتها، بنلاحظ الصورة هون صارت مغبشة، أو في مصطلح بنسميها مبكتلة، يعني تفاصيلها راحت. هذا ليش؟ لأنه خلاص انت الصورة صغرتها وبعد جيت تكبر، فضربت النسبة والدقة اللي فيها. عشان نتلافى الموضوع هذا راح نعمل Ctrl Z. قبل ما نصغر أو نكبر أو نعمل أي شيء في الصورة، راح نحولها لسمارت أوبجكت. ضغط زر يمين على اللاير اللي فيه الصورة وبقول له Convert to Smart Object. هلأ لو جيت صغرت الصورة، ضغط Enter، وبعدها رجعت كبرتها مثلا، بنلاحظ ان التفاصيل والريزوليوشن حافظت عليه الصورة لاني حولتها لسمارت اوبجكت. بعديها راح نكمل الخطوة الثانية. مثل ما احنا شايفين هون اللي هي البلانات والواجهات موجودة عندنا في اسفل الصورة، فهي واجهة المشروع راح نسحبها، وبعدها راح نسحب الماستر بلان وبعدها راح نجيب السكشن كمان عندنا على المشروع. وصف عندنا اللي هو الواجهة، بالمرة راح نجيبها. تمام. هلا يعني الشغل بيصير بس ترتيب وتدقيق ألوان وتدقيق مواقع بلانات وسكاشن. فرضا هلا احنا بدنا نعمل تعديل بسيط على البلانات. انا مثلا مش عاجبني كتابة هون، بدي اكتب بكتابة الفوتوشوب، بدي اخفي الجزئية هاي اللي هي الساوث الفيشن. فاذا جيت انا بدي اخفيها بطريقة، في اي طريقة بتخطر في بالي، ممكن حدا يفكر يختار اداة المحاية ويمسح الجزئية هاي. فكرة منيحة وهي اعطت النتيجة بدي اياها، بس عادة يفضل انه ما نستخدم المحاية في الشغل زي هذا، خاصة أنه ممكن أتراجع عن خطوة هذه. فاليوم بدنا نتعلم نستعمل الماسك كيف نخفي أجزاء من الصورة أو المشروع اللي إحنا شغالين عليه. وأنا واقف على Elevation راح أختار أداة الماسك،
وأنا واقف على اللاير الماسك راح أجي أدق تحت المستطيل وأحدد الجزئية هاي وألونها باللون الأسود. فكرة الماسك زي ما احنا متعودين إنه بخفي أجزاء اللي هي لونها أسود، فإحنا بنلجأ للماسك على أساس إذا أنا في المستقبل حبيت أتراجع عن الخطوة اللي مسحتها، ببساطة بجي بضغط زر يمين بعمل له ديسيبل لاير ماسك، أو بضغط زر يمين بقول له ديليت لاير ماسك إذا أنا ما بدي أساسا، أو بجي بختار أداة البرش مثلا بختار لون أبيض وبرجع بلون اللون الأسود اللي لونته، فهيك كأني تراجعت عن الحذف. نفس الشي راح نعمله مع السكشن التاني، نضيف عليه ماسك مثلا، راح نحدد الجزئية هاي ونلونها بلون أسود عشان نخلي الجزئية هاي. والواجهة عندنا هيها أسفل المشروع، وممكن زي ما احنا شايفين عندنا هون اللي عند الكتابة اللي هي على المشروع. اختصارا للوقت راح نسحب الكتابة زي ما هي، طبعا عندنا بدنا نكمل اللون الأسود، نجي نعمل نيو لاير، نختار ذات تحديد المستطيل وبتحدد ونعطي لون أسود. مثل ما قلت لكم الشغل البوسترات أو ترتيب البوستر بشكل عام مع الفوتوشوب ما بياخد وقت إذا أنا عارف شو بدي أسوي لمشروعي. يعني عادة بياخد وقت معنا أكثر إنه كيف ترتب المشروع، هل بلانات في بداية المشروع في وسط المشروع. ممكن شخص يفكر يقول بدي أعمل طريقة إظهار مميزة، مثلا بدي أجي أضيف لاير جديد واللاير هذا يكون مثلا طريقة ما جاي بالشكل هيك وكان لونه أسود مثلا، وبدي أنا المشروع يكون موجود بلون أبيض فوق اللاير هذا. ببساطة بحكي له راح نجي نضغط دبل كليك على اللاير هذا ونختار أمر اسمه Color Overlay ونعطيه اللون الأبيض، نختار أوكي. بنلاحظ إنه الواجهة عندنا صارت مرسومة باللون الأبيض على الجزئية السوداء. هذه ممكن تكون فكرة لإظهار المشروع. وإذا ملاحظين خطوط الألوان أو خطوط الواجهة شوي ضعيفة، فعلى أساس أتغلب على المشكلة هذه راح أعمل دبل كليك للمشروع، آسف راح أعمل دبل كليك للمشروع إلى اللاير أو أكررها زر يمين وبختار دبل كليك لاير. أوكي، بلاحظ إن الخطوط وضحت صارت أوضح من قبل. طبيعي هلا راح أجي أضغط على التكست أو اختصار هاتي حتى أكتب على المشروع، مثلا أكتب مين إليفيشن. هي موجودة هون مثلا، أكبرها شوي. نفس النص هذا راح أضغط Alt وأسحبها للأسفل عشان أكتب هون سيكشن، دبل كليك بس أغير لون أول شي أعمل لون أسود سيكشن إي. هون مثلا نكتب ماستر بلان، ببساطة ممكن يكون هيك البوستر جاهز. طبعا مثلا هذه الحركة ما بدنا إياها، خلاص بجي بحذفها وراح ألغي إفكت اللون الأبيض على المشروع وأخليه باللون الأسود مثل المكان، والكتابة هون راح أرجع ألونها باللون الأسود. مثل ما احنا شايفين يعني البوستر هذا على بساطته ما تحمل منه وقت كتير لأنه الفكرة عنه واضحة وعارفين احنا شو بدنا نسوي، وأدوات الفوتوشوب ببساطة ساعدتني. فبتمنى الدرس يكون مفيد إلكم، وأي سؤال أو استفسار جاهز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.